شوربة لسان الطير أو العصفور من أشهى وألذ الشوربات. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مارسة سارة. من الوصفات التي تميز مدينة وجدة والجهة الشرقية شوربة لسان الطير، فهي تقدم في المناسبات كالأعراس وغيرها، وتقدم قبل الطبق الرئيسي المكون من اللحم المشوي، وتحضر كوجبة عشاء خفيفة أو للتنويع في شهر رمضان الكريم. وسأتقاسم معكم اليوم طبق شوربة لسان العصفور الشهية والبسيطة بطريقة جد سهلة. فبالنسبة للمقادير يمكنكم استعمال فقط نصف الكمية. سأستعمل 500 جرام من معكرونة لسان الطير أو العصفور، 400 جرام من لحم الغنم، يمكنكم تعويضه بلحم البقر، حبتين طماطم، حبتين بصل، وقطعة صغيرة من الزنجبيل الطري. وسنحتاج كذلك لباقة من المعدنوس، البقدنوس، القزبر والكرفس. وبالنسبة للتوابل سنستعمل ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر بابريكا، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسود، ملعقة كبيرة من الزنجبيل أو سكنجبير، ملعقة كبيرة من الكروية، ملعقة كبيرة من القرفة، وملعقة كبيرة من الخرقوم أو الكركم، بالإضافة إلى زيت الزيتون، والملح تبقى على حسب الذوق، كمية صغيرة من البازيلا الخضراء جلبانة. وسنحتاج كذلك لثلاث ملاعق كبيرة من الطماطم المركزة. في المرحلة الأولى سنقوم بطحن كل من البصل، الطماطم، القزبر، المعدنوس والكرفس في الخلاط الكهربائي. وسأحتفظ بكمية من القزبر والمعدنوس لفرمها وإضافتها في الآخر. سنأخذ طنجرة ضغط ونضع بها اللحم، نضيف له التوابل، نضيف الملح على حسب الذوق وزيت الزيتون تقريبا نصف كأس صغير، يمكن استبدالها بالزيت العادية، ونضيف خلاصة الزنجبيل بدون ألياف، نضيف الخليط الذي قمنا بطحنه، ثم نضيف كمية من الماء، يمكنكم إضافة الزعفران الحر فهو اختياري. نضع الطنجرة فوق نار متوسطة ونغطيها بعد ذلك حتى ينضج اللحم. وفي هذه الآونة سأقوم بتقشير
جلبنة أو البازلاء الخضراء، وعادة نستعمل الحمص في الشوربة، وسأستبدلها بالجلبنة أو البازلاء الخضراء. بعد نضج اللحم سنضيف لسان الطير ونقلب جيدا حتى تتجانس مع بقية المكونات. يمكنكم إضافة الماء الساخن للطنجرة في حالة إذا كان المرق قليل. نضيف البازلاء الخضراء مع التحريك، ثم نضيف القليل من الماء للطماطم المركزة، نحركها جيدا ونضيفها مع باقي المكونات. وفي هذه المرحلة سنضيف المعدنوس والقزبر المفروم ونحتفظ بهذه الكمية للتزيين. وسنغطي الطنجرة حتى تنضج السانتير مع تحريكها من حين لآخر. بعد نضج الشوربة نضعها في صحن التقديم، نزينها بالقزبر والمعدنوس المفروم ونرشها بعصير الليمون ونقدمها بالصحة والعافية. أتمنى أن الوصفة قد نالت إعجابكم وتجربونها وتشاركونها مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وبصحة فطوركم، وسلام مع وصفة جديدة إن شاء الله.